مساء الخير مرة أخرى، مرحبا أهلا وسهلا إلى من تونس. رحب بضيوفي فاتن قليل. مساء الخير، أهلا وسهلا. أنت كاتب الدورة للشباب سابقا واليوم ناشطة سياسية مستقلة. نعم مستقلة. ولا ناشطة؟ ناشطة سياسية مستقلة. ناشطة سياسية مستقلة. مرحبا بك فاتن، أهلا وسهلا. رحب بصالح عطية، مرحبا. أهلا وسهلا، أنت مدير موقع الرأي الجديد، مرحبا. أهلا وسهلا أستاذي حمادي بن جبل. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا أستاذ الفلسفة الحديثة وفلسفة العلوم، وأيضا سيمونس بن مراد مدير جريدة موقع جريدة أخبار الجمهورية. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا. باش يكون نقاش حول عدة مواضيع تقريبا خالي من الأحزاب، أو خالي من الأحزاب، معنيش كون يمثل حزب، زيرو نترات، خالي من الأحزاب. حلوة ذي بكلاوي لباس. بس نبدأ معاكم بما تم إقراره في لجنة اسمها طويل الانتخابات البارح في مجلس نواب الشعب، هي العتبة، إقرار العتبة في القانون الانتخابي، وكله مرتبط بمسألة الحكم، مسألة أزمة الحكم، لأنه من أقر العتبة وذهب في فكرة إقرار العتبة بخمسة في المئة يقول أنه العتبة هذه صفر عتبة خلت تشظي وتشرذم وتشتت داخل مجلس نواب الشعب، إذن فماش أغلبية قادرة تحكم. القانون الانتخابي لم يفرز أغلبية قادرة تحكم. ممكن نفسروا شوية إيش معناها العتبة خمسة في المئة، أي أنه كيبدأ عنا 100,000 صوت في دائرة انتخابية، ناخذوا دائرة سوسة مثلا، 100,000 صوت اللي جاب أقل من 5,000 صوت لا يحتسب هو وأصواته، يتنحاو جملة ونعاودوا الاحتساب، مما معناها يخلي عدة أحزاب وعدة قائمات لا تحصل على مقاعد بأكبر البقايا. معناها حتى كان نرجع وقدامنا الجدول، قدامكم الجدول الكتيبة صغيرة شوية، لو كان نرجع مثلا إلى 2014 ولو كانت النسبة الدنيا 5%، عنا ما يقارب 60 نائب ما يطلعوش، ما نلقاهمش اليوم، ونلقاو نداء تونس وحركة النهضة كل واحد زادوا تقريبا 20، 19 و21 نائب لكل منهم. نداء تونس يجيب تقريبا 107 نواب في مجلس نواب الشعب. أفاق تونس اللي طلعت عليه أو اللي انت كنت فيه فات القليل وما عادش اليوم يجيب فقط زوز نواب على 8، اللي هو جاب 8 بالرغم اللي عنده 100,000 صوت في الحاصل الكل الوطني. دونك هذه المراجعة في رأيكم، هذه العتبة 5%، ونبدأ بيك سي منصب المراد، هل أنها تعطي أغلبية أو هل أنها تصلح المشاكل اللي جات في منظومة الحكم؟ والله الحاجة اللي يقولها واحد بكل صراحة هو قانون الانتخاب متاعنا قانون موشي به جملة، يزيدوا 5% يعمل البارير دي 5% باش الحساب الكبيرة زعمة توصل. أحسن نظام انتخابي بالنسبة هو إلكسيون يوني بيرسونيل، شخص مع شخص في دوائر أصغر أدو تور، تسمح للعباد الكلها باش يصوتوا لفايت عباد نظاف يكونوا من حزب أو مستقلين، وينجموا يوصلوهم يكونوا موجودين في مجلس الشعب. اليوم شنوري عندنا أحزاب سياسية اللي في قطيعة مع مشاكل الشعب، عندنا مجلس نواب اللي يخمم على مصلحة متاع الأحزاب وما يخممش في مصلحة الشعب، والقانون اللي باش يعملوه هذا إذا كان يعملوا 5% هما الحساب متاعهم شنو يقول لك؟ احنا الأحزاب الكبيرة ولو أحزاب الكبيرة الله أعلم شنو هي اللي ولات باش نتحكموا. لو سيستيم الكل متاعنا سيستيم غلط، تعمل وقت الترويكا باش هي تقعد تحكم مهما كانت، تقعد تحكم ديما في البلاد، والمستقلين والعباد اللي عندهم قدرة وعندهم إشاعة ما نجموش يتعداوا على خاطر باش تنجح في الانتخابات. لازمك لي ريزو، شبكات، لازمك الفلوس، لازمك برنامج، لازمك الشخصيات الجهوية اللي تنجم تقنع وتزل العباد. طيب نرجع لك، كان هم مش يناقشوك وكما يناقشوكش نرجع هنا نطرح عليك بعض الأسئلة باش نناقشك في الفكرة دي. حمادي، فعلا أولا ساعة نقول أنه النظام تاع الانتخابات نتاعنا ليس نظاما ملائما بالنسبة إلينا، ومن عرش والحقيقة تعمل لي ظل في اللجنة الطويلة تاع تحقيق أهداف الثورة في 2011 قبل الترويكا. قبل الترويكا تقينا الترويكا من اللوت عملته قبل نشأتها
اما معليش مش هذا المهم، ماهوش بولاء. هل هي تلغي الاحزاب؟ يا اخي المشكله ماهيش وجود احزاب صغيره، وجود احزاب لست ادري كيف تعيش، نقول مشكوك فيها، مشكوك في تمويلها، مشكوك في ناسها، مشكوك في كذا، يعني لابد انه ياتي يوم يعني تتضح بك يا سي حمد، تتضح الامور امني تتضح الامور. هذه حوجه الاولى. الحوجه الثانيه راهو ما يمنع حتى شيء وقت اللي يجيو زوز احزاب صغار فما حتى شيء، في عظم يقوم ثلاثه اربعه يتحدوا مع بعضهم ويقدموا قوائم انتخابيه حزب واحد. ترى انه هذا يقوي ويخلي يدفع الاحزاب الى مزيد العمل، الى مزيد العمل والى مزيد الاتحاد، وبالتالي ثم ناس احزاب كومبارس كومبارس معناها عاملينهم هكا فساد، وهما الحقيقه ماهمش احزاب. وبالتالي انا تحدثت ياسر مع السي صادق بالعيد ومع السي الزملاء اللي عملوا البرامج هذاك، معناها نظن برشا اشياء يلزمها تتغير، وربما هذا حكايه اني نحب ننتخب ماهوش نحب ننتخب شخص بصرف النظر عن انه حزبه ولا مش حزبه، هذه زاده لابد ان ننظر فيها في الواقع. وبالتالي بوجه عام قانوننا الانتخابي وبوجه عام دستورنا الحالي نحن نحترمه ولكن ندعو الى تغييره في اقرب وقت ممكن. خلينا في القانون الانتخابي لانه فما حتى الجدل دكتور انه الاشكال ليس في الدستور وانما في القانون ما افرزه القانون الانتخابي من الاغلبيات المنتجه، وهذا فما نقاش فيه. سي صالحتي 5% عتبة تم إقرارها في اللجنة، ما زلت تعديش على التصويت في الجلسة العامة. شوف هو نحن في الحقيقة بعد مسار متاع 6 سنوات خلينا نقوله بعد الانتخابات وخاصة بعد انتخابات 2014 اكتشفنا بأنه القانون هذا متاع لجنة حماية الثورة، هيئة حماية الثورة الطويلة ذيك عملت وقتها حاجة باش تدخل الناس الكل المجلس التأسيسي في الحقيقة، كل أجل تمثيلية أوسع، تمثيلية من أجل أوسع باش الناس الكل تناقش مستقبل البلاد، لكن كانت فيها خلفية أخرى أنه الناس كل تدخل باش ما تكونش فما أغلبية من أول نهار، والأغلبية تتولد من بعد عبر الانتخابات. في 2014 خذينا موزايك متاع أحزاب طلعت للسلطة، وخذينا موزايك أخرى متاع أحزاب قعدت في المعارضة. شنو أنجلنا؟ ما هذا توا أنت قلت كلمة مهمة في علاقة بالحكم، رانا مانيش نحكيو على قانون انتخابي في غواتيمالا، نحكيو فيه في تونس، دونك عنده علاقة بالمسار السياسي، عنده علاقة بقضية الحكم، وعنده علاقة بالأحزاب الأغلبية والأحزاب القليلة الصغيرة أو بين ظفرين صغيرة وكبيرة، وعنده علاقة بالتحالفات صغيرة الحزبية. وكبيرة إيه هي صغيرة وكبيرة. وكبيرة وعنده علاقة بالتحالفات السياسية والحزبية اللي باش تقع في وتشكل لنا حكومة ثم تشكل لنا المعارضة تكون قوية ولا ضعيفة. دونك أنا نتصور أنه 5% عتبة ما يلزمناش نخافوا منه، نحن ماشيين بالضرورة نحو أغلبية أو أغلبيات باش تحكم لنا في البلاد، يلزمنا نحكم لنا. هذا التشتت المشهد السياسي بالشكل اللي قاعدين نشوفوا فيه، وفما البعض يتحدث راهو يا أبو بكر على انقلاب وقع الآن بعد التحويل الوزاري الأخير، لأنه اللي كانوا في السلطة وطلعوا عبر الانتخابات أصبحوا خارج الحكم تماما، وهذا كان يقتضي ربما حتى انتخابات مبكرة وسابقة الأوان. أنا حبيت نقول لك أنه ثم إشكاليات حقيقية في القانون الانتخابي، ولكن ثم إشكاليات في الوضع السياسي أيضا، لأنه بقدر ما عندنا أغلبيات بين ظفرين قوية ونحب ولا نكره هي قوية بشكل من الأشكال، عندنا معارضات وعندنا أحزاب أخرى هشة وتعبة برشة وتطلب منها يطلب منها الأمر الاشتغال كثيرا من أجل أن يقوى عودها. طيب. وتصبح منافسة للأحزاب. 5% في رأيك هذه تخلي الأحزاب يلزمها تخدم على روحها، عاود نرجع مرة أخرى وضرورة بالنسبة لك على صالحتي باش من أجل نوع من الاستقرار. ما نقولش ضروره، هو ابو بكر ما تورطنيش في كلمه ضروره، ما نسال فيك اي معناها مش ضروره، مش نقولش ضروره، اما ينجم النقاش البرلماني اللي باش يقع ينجم يعطينا فورمول. لا رايك انت، خليني من النقاش البرلماني نحكي على رايك انت، نتكلموا في سياق عام كمحلل كصحفي معناها لست محددا هذا في الموضوع. لا رايك رايك انا رايي نعتبر انه هذا ال 5% خطوه في اتجاه انه نعملوا اغلبيه واضحه في البلاد ونعملوا معارضه قويه في البلاد واضحه. اي فايت نخليه انا من رايي اللي ممكن ياسر مركزين على النظام الحكم ومركزين على القانون الانتخابي اكثر من اللي مركزين على الديفايونس الكبيره اللي صارت في 8 سنين الاخرانيين. ماهيش مشكله قوانين ولا مشكله هيكله نتاع حكومات ولا برلمانات، هي مشكله نتاع غياب افكار، نتاع غياب مشاريع، نتاع غياب برامج. انا ما نتصورش معناها اليوم في معناها 8 سنين بعد 8 سنين من العمل السياسي تعلمت حاجه، اللي عنده فكره حتى يكون اقلي عنده الحنكه السياسيه باش يفرضها.
معناها ماهوش متعلقة بأغلبية وأقلية. من بعد سيتان شوا نجموا نعملوا اختيار، احنا نكونوا نحبوا بلاد كيما فرنسا ولا أمريكا، عندنا زوز أحزاب كبار يتنافسوا مرة واحد في الحكم مرة واحد في المعارضة، وإلا نكونوا كيما بلدان أخرى عندها أنظمة برلمانية فيها تمثيلية، فيها تمثيلية أكثر. وممكن هذا زاد يتمشى، يعني بالنسبة لي يتمشى أكثر مع المرحلة اللي احنا نبنيو قاعدين في ديمقراطية، مش مستنسين، احنا خارجين من 60 سنه نظام ديكتاتوري، ما احناش متعودين بالديمقراطيه، دونك ممكن لازمنا بعض الاعوام باش نتمرسوا في حكايه التعدديه هذيا. دونك هي وجهات نظر، ما نراش اللي فما غلط وصحيح فورسيمون، وهل ما انا نتعنت بالصيف ان نقولوا كنا في نظام غلط والدستور ما يصلح بحتى شيء، وانه النظام البرلماني ما يصلحش بنا، معناها علاش خاطر احنا مطلعين تطليع فما بلدان معناها بركل عليهم واحنا معناها اقل. جو بونس با، جو بونس اللي فما طبقه سياسيه 8 سنين الاخرانيه اللي كانت اللي موجوده وممكن موجوده لتو، غايب عليها البرامج، غايب عليها الافكار، غايب عليها لو ديسكور اللي شجع الشعب باش يمشي ينتخب، غايب عليها الاستراتيجي والتكتيك. طيب ارجع لي للعتبه. العتبه انا بالنسبه لي 5%، رايك انت، خليني من التحليل العام، رايك انت اليوم سياسيه شاب بالنسبه لي ساسوفو، معناها انا بالنسبه لي ممكن بريفير اقل 3%، ممكن 3% تخلي اكثر تمثيليه في البرلمان، خاطر مازلنا في طور بناء ديمقراطيه. لا يغير شيئا 3% سي اون لابليك على 2014 لا يغير شيئا. بالنسبه لي مشكلتي اليوم ماهيش معناها اليوم في البرلمان عندي 69 عند النهضه اللي هو تعد لي كونسيرفاتور المحافظين، والباقي عند التقدميين اذا كان نحبوا نحسبوها عائله تقدميه، وعمرهم ما نجموا يتلموا. الوغ كو في الغالب افكارنا في الغالب نورمالمون نتلاقاو، معناها كان نتلاقاو في قاعده خارج التلفز وخارج البرلمانات كنا نضحكوا ونلعبوا بعضنا وعندنا نفس الصوره للبلاد. باهي، محمد غلاب، هو لو كان ما فرضناش مثلا التناصف في القانون الانتخابي، ولو كان ما تفرضش شباب كيف كيف ومعوقين وكذا في من ذوي الحاجات الخصوصيه في القانون الانتخابي للانتخابات البلديه، راهو ما عندناش اكثر من 50% من الشباب اليوم موجودين في كمستشارين بلديين، راهو ما عندناش عدد من النائبات في مجلس نواب الشعب بذلك العدد، اذا القانون يغير الواقع. صحيح، شوف هو احنا تلاحظ انه برشا من جزء كبير من الجدل السياسي على الدستور وعلى القانون الانتخابي، على اساس انه احنا شعب من الملائكه. العيب مش فينا احنا، العيب في القانون او في الدستور. ما ثماش وصفه كامله الاوصاف في مكان ما، ثم محاذير في كل حاجه تختارها. يعني انك تختار الاشخاص مش تصوت للاشخاص. احنا عندنا منطق سائد في تونس. تعرفوا المثل الشعبي؟ يقول له بابا نولي شرفه. قال له اصبر يموتوا كبار الحوم. احنا مصيبتنا في كبار الحوم، في دوائر انتخابيه اصغر، شكون اللي مش يتحكموا؟ انت سامحني، شو مستوى الوعي السياسي عند التوانسه؟ يعني مش يختاروا الاكفى، مازال نتعلموا كل مش يختار الاكفى. ترشح شكري بالعيد وما نجحش، وترشح الصدق بالعيد وما نجحش، وترشح يوسف الصديق وما نجحش، وما ينجحش. والمستقلين ما ينجحش، ما ينجحش في الدوائر الصغيرة، في الدوائر الصغيرة أنا عندي الفلوس والأحزاب الكبيرة، أنا عندي الفلوس وفي دائرة صغيرة ويعرفوني، والفلوس هذو موارثهم عن أب عن جد، وارث الوجاهة والنسب، باش ينتخبوك أنت؟ عليه لا سي محمد، المستقلين مال الفينومين تاع المستقلين اللي وقع على الانتخاب نتاعهم كيفاه؟ ما عندوش برشا اموال ضد احزاب مستودونت وتعدى ولا خاطر العباد يعرفوه. ما عندهمش برشا اموال. نعم، معناها فما سبب واحد يفسر كل ظاهره. لا فما سبب واحد المستقلين، فما اسباب اخرى تفسر علاش انتخبوهم، مش هذا مجال العباد اللي يعرفوها من ضعف. انا حبيت نقول اللي المحاذير، المحاذير في كل مكان. تقول لي الاغلبيه هذوما الناس اللي يقول لك والله ما حكموش، اوكي انا معاك انه بال 5% عتبه فما استقرار، والاستقرار احيانا يولي ركود وتولي يدهم مطلقه ويعملوا اللي يحبوا. انا عندي ضمانات، اي يا سيدي هاو اغلبيه حكمت، اش عملت؟ هاو عينوا انسابهم وزراء، هاو عينوا فصايل يعني في مناصب نتاع معتمدين، صار ولا ما صارش؟ طبعا هاي تعيينات او واحد مستشار اقتصادي في قصر قرطاج في حكم الترويكا. شو معناها حكم الأغلبية؟ يعني يعطيهم فرصة باش يحكموا، باش يخدموا مصالح الشعب التونسي. معناها شوف
يلزم فما قدرة على التفاعل. قال ولاد أحمد صوت لنفسك في اللحظة الحاسمة. إيه؟ 5%. أوكي معاك. طيب. شو يلزم تعمل؟ باش ما ترحيكش بعبارة أحمد الصديق النهضة والنداء. ما عادش تقعد أنت كل واحد عامل يعني حزيب وحده وعلى أساس هو الزعيم الملهم والناس مش تصوت له وتنتخبه. يلزم يكون ثم مشروع. مشروع تقدمه للتوانسة. جوست نكمل الفكرة متاعي. زوز مش يعرسوا. واحد باش يعرس لأنه أمه قتلوا عرس. ياخو بنت الناس وما يعرفش على روحه. لا وين مش يسكن. قداش مش يجيب صغار. وين مش يقريهم. يولي عبء على المجتمع. واحد يقرر يعرس. يبدأ عارف أنه اللي مش يخذها يحبها. وين مش يسكن. قداش بيجيب من صغير. وين مش يقريهم. على أنا قيم يربيهم. دونك اللي عنده مشروع هذاك عنده هذاك عنده مشروع. الميتين واش حزب اللي عندك؟ شنو هي المشاريع اللي عندهم؟ بورقيبة وقت اللي حكم الدولة هذه. عبد الناصر، صدام حسين مع الفوارق الكل. ما كانوش راهو معناها عندهم مشاريع حدثية. كانت عندهم مشاريع تحديثية. وغيروا في نقاط طيب. ما استناوش وعي الشعب التونسي. بورقيبة وقت اللي نحى السفساري على المرأة. وقت اللي غاي عمل مجلة الأحوال الشخصية ما استناش التوانسة يكونوا واعيين. تيل اليوم مازالوا احنا يبداو هاكم جماعة بالشنب ماذا بيعدوا 4 نسان؟ صحيح ولا غالط؟ يا اخي يطلعوا كلهم خلوهم في التلافز مش قالة في التلافز اسمه العلمي عطيت مثال عطيت مثال ما هو لأنه معناها فما صمت وكأنه معناها نسيت يعني الجلالة هو كان معناها شوف القانون القانون تحفر عندينا الداخل 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 تلقاني جاي 4 معناها أما كلنا نقول لك نقول لك راهو اللي يحبوا يعملوا اللي عمل 5% راهو مش حب الشعب التونسي معناها سي محمد هم يشرعوا يشرعوا على مقاسهم اني نلبس صباط 41 ناخذ 41 نفكر ياسر في مصلحتك انت 45 يلزم التونسي الناخب طيب اللي تونسي الناخب مش 1,700,000 يمشوا الانتخابات البلدية يلزم يعرف انه واجبه نهار الانتخابات يمشي ويصوت للي عنده مقترح جدي مش على خاطر بوه ولا خاله ولا عمه شكون عنده شكون عنده تفاعل هو شكون بنخل نرجع من البدايه اي تفضل 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 المشكل محمد وتعرفها خير مني اللي لا لا اللي الطبقه السياسيه الكل حتى بالبرامج ولعبه تصوت على البرامج اللي تكلم عليهم اللي الشعب التونسي فقد الثقة في الطبقة السياسية عموماً. كان تلاحظ كلمة برامج ما قلتهاش. حتى أفكار. على قلبي خايف منها كلها قال عنده 365 نقطة. ايه؟ قلت عنده مشروع. حتى مشروع. قلنا ونهززنا الواد مجردة ايه ولا مش يهزنا من الدروت. تتكلم على المشروع وتعرف المشروع مرة مشى على اليمين والمشروع مرة مشى على اليسار. والمشروع مره مشى للقصبه والمشروع مره مشى دونك المشاريع اللي تقدمونا ثم راهو ينكريز دو كونفيونس كبيره ياسر العباد ما عادش قبل الانتخابات ثم المشكله الكبيره اللي العباد ما عادش تحب تمشي تصوت على خاطر تعرفهم الطبقه السياسيه تلوج على مصالحها تلوج على خياراتها قاعده تسمع في كلام السفارات وكما قلت لكلكم البنك مونديال والفامي الى اخره قاعده مصالح ضيقه اللي قاعده قود في السياسيين في تونس اللي العباد فقدوا الثقه فيهم لو ديسكور بوليتيك لو ديسكور بوليتيك هل هي صوره حقيقيه او انتباه صوره حقيقيه بارفيتمون يا سيدي نحكي بتيت انكدوت وراجل من الشعب قال لي في النظام القديم كانوا يعبيونا الكروش نتاعنا ويسكرونا فمنا في النظام الجديد يولاو يجوعونا في كرسنا ويحلونا في فمنا باش نتكلموا نحب شنو اللي قالوا اخر قالوا يا سيدي لليوم وهذا العباد تحس به ثم في بلادنا عباد قلالة وقالها لي واحد حداد من رادس راجل طيب إلى آخره قال لي ثم راهم الشعب التونسي عباد قلالة يهزوا السكينة ويمشيوا للسوق وقت يوفى المرشي يقصوا الكعب البطاطا ولا كعبة طماطم الفاسدة يلوحوها ولا كعبة التفاح شطر نتاعهم والله يحلف لي ويبكي لا الظرف هذا موجود كيما قبل لا لا كيما قبل العباد كانت تاكل الذيوبة في الجبل
وما يحبوناش نتكلموا عليهم في الاعلام وقت نقولوا راهو الفقراء البلاد هذه العباد تعبه من الخطاب السياسي. طيب. العباد تعبه من 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 المنظومه السياسيه. ايش المشكل طيب الكبير كل شو نعمل؟ والله كان بدلوه بالشباب نتاع 30 و40 سنه نساء ورجال وشبان وعندهم افكار. علاش تبخس في روحك؟ نعم. شو 30 و20 سنه؟ انا شكون قال لك عمرك ما عمرك 18؟ احنا والله تنجم تلقى تنجم تلقى في اللي شعره ابيض واللي شعره طاح واللي عمره 70 سنه تنجم تلقى فيه الفايده. والله انا الشباب ما يشرب الطريقة هذه. لا لا الشباب شباب عنده بقعته الى اكسكلو. الناس الكل عندها بقعته. نعم لا بخلاف انا بالنسبه لي النساء والشباب يدواف ادر بريوريتي. فعلوا بسرعه خلينا نمروا خاطر برشا مواضيع. الشباب والنساء عندهم بقعتهم يدواف ادر سوتنو كيلكو سوا اكس. شكرا. والعباد فاقده الثقه في النظام هذا وفي الديسكور بوليتيك. سي حماد وتوا تشوف الكارثه اللي فيها. على قدر ما هو صحيح. نحكيو على العتبه ونحن انيسيالمون. نقعدوا في الامور في الامور الجزئيه ساعه بعد نوصل ربما الكليات. يعني بقدر ما هو صحيح انه لازم من محاذير كما يحكي سي محمد. لازم من باليزاج معناها بتاع هذا راهو ياتي بالميراث. المهم اليوم هو الموقف الصحيح. ايش معنى الموقف الصحيح؟ يعني كيف نتفادى التشرذم الذي لا يليق بتونس على الاقل في مرحلتها الحاليه. صحيح ثم بلدان اخرى يعني كيما ايطاليا ساعات تقعد 6 شهور بلا حكومه، سويسرا تقعد كذا، لكن هذيك على اقل تقدير فيها اداره راسخه وفيها تقاليد حكم راسخة. احنا مازلنا مبتدئين، ماذا بينا النقص قد ما يمكن، وليس لأحد أن أما يترشح مستقل شو اللي يمنعه وإلا يعني ينضم البعض إلى البعض. هذا المبدأ. حوايج أخرى نكملها ومعنا نزيدها يعني إذا كان المبدأ الصحيح والميراث السليم ما نجمش نخاف الآن. صحيح مشاريع وندر شنو ماذا بينا نتحدث فيها شوية وبرا. راهو تونس مشروعها من القرن التاسع عشر لأننا نتلكأ في أن نكون تونسيين بالمعنى التاريخي وبالمعنى المنطقي وبالمعنى تقول إيتيقي إيتيك، فإننا نبحث عن مشاريع نحن نريدها منذ زمان منذ القرن التاسع عشر نريدها بلاد علم وبلاد حرية. ما عندناش مشروع آخر يا سيدي ومش لازمنا مشروع آخر. ثم عباد عنده مشروع آخر. لا استناني. ثم عباد نتنافس معهم. أنا استنى أنا أدعوهم إلى أن يتتونسوا. مرحبا بهم. بلادكم مرحبا. هني جاي للنقاش هذا. أي سي صالح. شوف أنا ضد الحقيقة تبخيص الطبقة السياسية التونسية. قاعدين في بلاتواتنا ما نحكيو عليهم كان بالترذيل. ما يسواوش ما عندهم كذا نطيشوهم في البحر. نحن قاعدين ننساو لا في غمرة لا ما يعرفوا يعوموا ولا خوف عليهم راهو اي لا طيشوا معناها ما عادش يقولوا في الساحه ما عادش يقولوا في المشهد معناها شو انا نعتبر انه اليوم عندنا مشهد سياسي جديد سي ابو بكر راه منا راهو راهم ولاد بلادنا منا انتجناهم نحن لا ونحن نصنعوا في مشهد سياسي تحب شكون نصنعوه مشروع اللي ماهوش منا الحقيقه ولا هما منا في لا نحن مشروع على كل طبقه ماهوش منا نحكيو على كل طبقه نحكيو على كل بعضنا على كل على طرف سياسي معين نحكيو على الكل الطبقة السياسية مطالبة الآن مش هي مطالبة نحن مطالبين مش نعطيها فرصة أيضا أن مش فقط تحكم وألا تعارض أن تعبر على مشاريعها تعبر على موقفها السياسي أن تخدم في المشهد السياسي باش نجموا نفهموها راهو ثم هرسلة كبيرة للسياسيين كيفاش كيفاش عم صار لا بترشيد خطابنا خطابنا فيه هرسلة كبيرة الوزير يرشد سامحني خلينا نكمل مش خطابهم برك خلينا تو أعمالهم تناقش راهو سي موسى أعمالهم الكوفيدي كل أعمال هذه تناقش كان نطلق المشهد السياسي موجود فيه نقاش نتفق معك في بعض الأشياء ونختلفوا في بعض الأشياء التقييم للمشهد السياسي ينبغي أن يكون أكثر عقلانية من اللي نحن فيه تو برشا انطباعات عنا برشا أمزجة برشا رؤى إيديولوجية في الموضوع تتحكم فينا برشا رؤى حزبية برشا رؤى عقائدية خلينا نحط الوضع قدامنا شنو عندنا مشهد سياسي عندنا طبقة سياسية نحبوا نبنيو بلاد ولا الانتقال لنا باش نعملوه باللي عمرهم 90 سنة ولنا باش نعملوه كما قال سي المصري انا مانيش معاه باللي عمرهم 30 سنه مازال وقتهم 30 سنه يلزموا يتدربوا من الان شو كي نحطوا واحد شباب عمره 40 سنه تو شو نقولوا شو قاعدين نقولوا والله ماهوش كفاءه كيفاش حطيناه وبعد نقولوا وبعد نقولوا نحطوا 30 و20 سنه مش معقول الدوله لا تحكم بالسن راهو تحكم طيب. بمعايير اخرى
فيها الكفاءة والكفاءة فيها معايير زادة مش كيكة مسيبة. على ذكر سي يوسف الشاهد على ذكر كيف ربحها ما قلتش ليه راهو سي يوسف متورطين فيهم برشا باهيين كيف ربحها 40 سنة ولا عطانا رئيس جمهورية عمره 40 كيف ربحها يا سي يوسف والأحزاب باهيين نساء باهيين نساء عندنا نساء غولة تبارك الله عليهم ينجموا يحكموا البلاد مع الرجال كيف ربحها شكلك سي يوسف بتترشح انت قاعد تمس في بعض الشرائح الانتخابية لا نختي بالمرأة علمتني بعض القواعد الأخلاقية اللي المرأة عندها دور كبير ياسر وهي اللي أسست اتحاد النساء لا نختلف فيه عام 32 لا نختلف فيه أنت تاخذ كان سي موسى تاخذ كان من عند بشيرة بن مرادة نعم تاخذ كان من شيرة بشيرة بن مرادة لا حتى من عند الوالد اللي كتب على الحساب واللي خلاها لا عمره كتب هذا هذا خطأ هذا خطأ كبير نكونوا معناتها واضحين فيه هي فرصة عمر الشيخ محمد صالح بن مراد لكتب كتاب ما ذكرش فيه الافكار نتاع طاهر الحداد مكتوبين الكل اون بليس خلى البنات نتاعو يقراو وخلاهم وعلمهم وخلاهم يخرجوا على راسهم عريان في الشارع ويعملوا مظاهرات وهو اللي سزحهم وهو اللي دز الحركه النسائيه الكلها عبر بنته شكرا اني راجع بعد شويه خلينا نرجع بعد شويه كيف ربح يوسف الشاهد المعركه على ذكر نحكيو على المراه وبعد وصلت الفت للقلب تنرجع بعد شوي يعني رجالها والله مثال معناها فيه التناصف انا رجالها باش نبدا بها انا رجالها الربح يوسف الشاهد المعركه تقرير ارادي بعد تكليفه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية دا يوسف الشاهد حديثه بأنه ستنطلق مرحلة جديدة تتطلب مجهودات استثنائية وجرأة ونكران الذات وتتطلب كذلك حلول خارج على الأطر وكانت أبرز الوعود اللي أعلنها الشاهد في ذلك الوقت كسب المعركة ضد الإرهاب وأعلان الحرب على الفساد الحرب على الفساد ما فماش خيارات يا الفساد يا الدولة يا الفساد يا تونس وانا كيف التوانسة كلها اخترت الدولة اخترت تونس الحرب على الفساد من أبرز القرارات اللي خلت الشاهد يحظى بدعم شعبي كبير خاصة بعد الإيقافات اللي تمت واللي من أهمها كان إيقاف رجل الأعمال شفيق جرية قرار القى ترحيب واسع إلا أنه حرب الشاهد على الفساد مثلت منعطف الأول تصدع العلاقة بينه وبين الحزب اللي ينتمي له تواصل توتر العلاقة وصولا للحديث على تغيير شامل للحكومة تبدأ التساؤلات حول الأسباب الرئيسية مثل هذه الدعوات المفاجئة والمصر على إقصاء الشاهد تعدت الروايات ورجح البعض على غرار صاحبي بن فرج أنه الخطوة اللي أقدم عليها الشاهد إيقاف جرية باش يكون لها تأثير حاسم في القرار السياسي والاقتصادي وقال بن فرج أنه جريمة يوسف الشاهد أنه تجرأ يوما وفق عين الأخطبوط في إشارة لشبكة شفيق الجرية فتحركت الأذرع في كل الاتجاهات بعد أوت 2017 زادت الضغوطات على الشاهد وتراجع الحزام السياسي للحكومة خاصة مع مساندة الاتحاد للدعوات المنادية بتغييرها ولتكون المحطة الأخرى للدخل على الشاهد قرر نداء تونس تجميد عضويته في الحزب في سبتمبر 2018 خطوة أصبح بعدها يوسف الشاهد يفتقد للدعم لكن يواصل ربح المعركة بعد أن صوت البرلمان على منح الثقة لوزير الداخلية المعين هشام الفوراتي تراجع حركة نداء تونس عن موقفها الرافض المنح الثقة للوزير المعين وتمسكها بموقفها الداعي لتغيير الحكومة ككل من جهة أخرى تصويت حركة النهضة صالح التحويل واللي أصبحت فيما بعد الدعم الرئيسي لمواصلة الحكومة الحالية لأعمالها برئاسة الشاهد والمطالبة فقط بتحويل جزئي مع دعم حركة مشروع تونس اللي تويت صفحة جولة من الخلافة مع الشاهد بعد تمسك النداء بالتغيير الكلي للحكومة يصبح الشاهد في معركة حاسمة من أجل البقاء في السلطة بدعم من حركة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني لتلتحق مؤخرا حركة مشروع تونس بالصف الداعم ليوسف الشاهد وبالتالي ينضاف الرصيد رئيس الحكومة 43 صوت بالبرلمان وما يكونش في حاجة لأصوات نواب النداء إذا محصول في التحويل الوزاري الأخير اللي قام به الشاهد فرغم مقاطعة أغلب نواب النداء وبعد انسهار الاتحاد الوطني فيه إلا أنه تم التصويت لصالح التعديل الحكومي ب 130 صوت ليكون بذلك التحويل الوزاري انتصار آخر للشاهد في معركته يساعد من خلالها لهجة الخطاب بأنه ليس وزير أول بل رئيس الحكومة وأنه يقوم بمهامه في إطار الصلاحيات اللي منحها له الدستور يوسف الشاهد أصبح في وجهة الأحداث ودون مظلة النيران الصديقة لأشار لها بعد أن أصبح يتمتع بأغلبية مطلقة في مجلس نواب الشعب بعد أن كان الحديث عن ضعف الدعم السياسي له أنه دخل بذلك في مرحلة سياسية جديدة توضحت من خلالها مواقف الكتل البرلمانية من الحكومة لتصبح فترة حكم الشاهد أطول فترة منذ جانفي 2011 ويكون بذلك مسؤول على حصيلة الفترة اللي كان خلالها رئيس للحكومة التصويت الأخير يوم الاثنين بين من رآه انقلاب وعلى انتخابات نتائج انتخابات 2014 واللي راه هو تصحيح لمسار في قراءة الدستور اللي يعطي السلطة
التنفيذية، رأس السلطة التنفيذية موجود في القصبة أو رئيس الأغلبية موجود في القصبة، في القصبة. تصويت يوم الاثنين غير معطيات وحصلت نوع من قسمت، هناك عائلة كانت موجودة وتقسمت، عاشت قسمت على اثنين، واحد جاب أكثر واحد أقل. التقييم عندكم فاتن، هل يوسف شادي ربح المعركة؟ المعركة هذه نصور ربحها، أو المعركة هو ربحها، ممكن أنه يبقى ويحقق نوع من الاستقرار الحكومي من 2016. ممكن كان هذاك هو الرهان، وكانت برشا عبيد مأمنة أنه رهان هذين نجموا نربحوه. ذكر معنا أنا في دخولي في الحكومة في 2016 كان الهدف أنه الحكومة تدوم حتى تكشل الانتخابات 2019، خاطر بدلنا عدة حكومات وعدم الاستقرار هو اللي خلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتدهور بصفة كبيرة. طيب نتصور، وممكن أني كنت من فريق، ممكن خرجت من حزبي وساهمت في أنه الحكومة في وقت ما كانوا يلتي كيستيون أنه نسحبوا 4 وزراء، وخدمنا باش يقعدوا الوزراء باش نحققوا الاستقرار. ولكن ديما كنا كل شهر شهرين نحسوا لي الحكومه باش تطيح، اللي باش يصير معناها كان فما حرب ضد يوسف الشاهد، مش خاطر يوسف الشاهد، مش بونس خاطره يمثل ممكن جيل جديد كان عنده الجراه، ولا نقولوا معش نقولوا لو كولو، معناها انه ياخذ الحكم غيالمون. مش بونس اليوم ربحها المعركه كيف لا بالفرنسي، سا نا با دو سا نا با دو سونس بيجوراتيف. دونك جو بونس اليوم يوسف الشاهد ربح الرهان هذايا، وصل حقق استقرار، وصل زاده سورتو انه خلى برشا ناس تامن به بصوف البرلمان ولا من الطبقه السياسيه الجديده اللي قاعده تطلع. دونك وهذايا يبشر ممكن انه غدوه نجموا نبنيو حاجه جديده. احنا من 2014 وقت اللي نداء تونس ربح الانتخابات كنا نغزر 2019 بما انه في الانتخابات الجايه باش تكون عركه ما بين راشد الغنوشي وباجي قايد السبسي. ما كناش نراو في حد جديد، في دي كانديدا جدد، في وجوه جديده نجم تاخذ المشعل. وكانت الحيره هذيك هي معناها كيفاش باش نعملوا باش في 2019 ما يتكررش المشهد، خاطر نحب ولا نكره باجي قايد السبسي جاي الى سوفي لا سيتواسيون، خاطر كنا فاس النهضه ما كان فما حد شيء. باجي قايد السبسي كون نداء تونس، دونك كان عنده فضل انه العائله الديمقراطيه ولا العائله التقدميه تربح المعركه في الوقت هذاك. ولكن من بعد ما كناش نشوفوا في السويت. انا رالي اليوم جوستومون غراس ا يوسف الشاهد، وممكن فما عباد تلوم عليه اللي هو عطاوه بلاصه وما شدش ببوشته وما رضاش باللي عطاوه له. اني راه بالعكس، معناها انه جوستومون كيما البو والام اللي يجيبوا صغير ويربيوه ويقريوه، ومن بعد يجيو يحبوا يحكموا فيه بشكون يعرس وشنو ياكل وكيفاش يلبس وين يمشي وشنو يعمل. فما صغار يتمرد ويقول لك لا سامحني، انا عندي عيشتي، بابا وامي على عيني وراسي، اما حياتي لازم نتحكم فيها. هذا شو عمل اليوم يوسف الشاهد، ممكن اللي برشا عباد ما 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 ما, ما قبلتهاش، ونصور اللي ممكن سي باجي قايد سبسي ما قبلهاش انه ياخذ بزمام الامور، وكل البوست اللي عطاه له خذاه وتمكن منه وحب يقدم به القدام. دونك بالنسبه ليك ربح المعركه، هل هي ربح معركه 2019 في اجابه لا. في جمله لا، مازلنا بعد على 2019 متطلباتها اخرى، مش انك تدوم في حكومه معناتها تنجم تربح انتخابات. ونتصور كما نحكيو على الكريز دو كونفيون جوستمون، ان الشعب ما عادش مامن بالطبقه السياسيه. باش يامن بالطبقه السياسيه لازم مشروع، لازم ديسكور جديد، وسورتو لازم حاجات اللي الناس تصدقها. محمد بوغلاب، شوف اسمح لي بتعليق معناها مبني على الكلام اللي قالته مدام قلال. قالت انه يوسف الشاهد لقى ناس، يعني ناس امنت به وفي المجلس يعني امنوا به. انا عندي شويه حذر في الموضوع هذا. وقت اللي كان حبيب الصيد في الحكم كان في طليعه الاستطلاعات، صحيح ولا؟ قبله مهدي جمعه وهو سقيه في الركاب، كانوا الناس مامنين به. الناس بشكون تامن في تونس؟ باللي في الركاب. تامن باللي سقيه في الركاب. نهار اللي يخرج ويبعد على السلطه وقتها تظهر مهاراته الذاتية، هو شنو يوزن ميزانه الحقيقي. في المجلس مأمنين بيوسف الشاهد؟ نواب حركة النهضة مأمنين بيوسف الشاهد؟ مش مطلوب. شنو اللي يمنع باش يأمنوا بيوسف الشاهد؟ شنو اللي يمنع أني نحط فرضية أخرى؟ أنه الناس تفكر في مصالحها، أنه مصلحتهم في يوسف الشاهد. أني اليوم كي نرى النبرة اللي رجعت من نوع
وما نتوبوش احنا. لم يعد يوسف الشاهد ذلك التكنوقراط المتردد، اصبح شخصيه سياسيه تتحرك بهدوء وذكاء حسب تخطيط محكم. يا اخي مش قال على مهدي جمعه في صحافتنا العصفور النادر، مش قلنا شمس باريس تشرق من اجل سيادته؟ امان مش عفناش يوسف الشاهد؟ اني نقول لك بالحق انا خايف، خايف انه الماكينه زادت تاكله، ماكينه هذوما المطبلين المذكرين المهللين، هذوما مامنين بيوسف الشاهد. شو يعرفوا عليه؟ حكاوا معاه؟ يعرفوه وين يغزر؟ انا هي تونس اللي يحلم بها؟ انا هي تونس اللي ينظر لها يوسف الشاهد؟ اني مع كلام الدكتور حمادي وقت اللي يقول لك تونس طريقها واضحه، هي مش باش نعمل اللي حلمنا به في القرن 19، بس ما عملناش احنا، عملنا طيب. السوكل ومازال يقول لنا يوسف الشاهد وين ماشي، وين ماشي يعني اني نامن به بشنو؟ نامن باناقته، انه لحيته ديما محجمه، انه صغير في العمر، انه شبيب، وبعد نعم صالح حطي. شوف هو اذا كان نحبوا الربح، معركه الربح والخساره او فلسفه الربح والخساره، انا نقول الشاهد اللي ربح المعركه والخسر المعركه، هو ربح موقع في السلطة. قلت الطرح طلع باجي رغم اللي لعب ضد الباجي. ذي جاكيلتك انت هذه مثال مقبول. انا نتصور ابو بكر انه ربح موقع في السلطة. طيب. الموقع هذا ما كانش كان اعطي له، اليوم ما نقولش فكه، ماهوش فكه راه. هو لعب ورقة تحالفات مع اطراف سياسية معينة. المعركة في التحالفات اللي صارت. التحالف مع النهضة بالتحديد ولحق لهم المبادرة والمشروع. هذه الكتلة الجديدة في الحكم هي عنوان إذا نجم نسميه ربح المعركة متاع يوسف الشاهد. لكن راهو يوسف الشاهد ربح المعركة بأدوات أخرى. المعارك في السياسة لا تخاض بكون عمل تحالف فقط، تخاض بالأدوات وبالآليات. ما ننساوش اللي يوسف الشاهد جزء من الوزراء حطهم هو نتاعو، لهم تاع النهضة ولهم تاع المشروع. تنجيو للتركيبة بعد شوي. لا مش على التركيبة، مش حكيلك بصفة عامة. إعلاميا في الإعلام يوسف الشاهد لعبة الإعلام بيده، نحبه ولا نكرهه. في الامن معنا قيادات شو بيد ما معنا حد يتروحك فيه سعيد. لا مش حكي على روحي، نحكي على روحي وعلى زملائي بصفه عامه. لا بصفه، لكن نشوف زملائي شو خلينا، مش زملائي، زملائي. تحب نقول لك شكون اللي قاعد يتكلم؟ لا قول. مش اسمع، مش نقاش هذا، مش نقاش. قول. اطرح موضوع الاعلام. خاطر كي تقولها وانت صحافي الناس تصدقك. اي طبعا تصدقني، خاطر قاعد نتكلم في واقع زاد. يا اخي الناس مش تسمع في الاذاعات وفي التلفزيات وماذا يقال، ومش هذه نقيصه، راه مش قاعد نتكلم على نقيصه. هذه خيارات نتاع صحافي ايضا، صحافي عنده خيار يحب يمشي مع هذا دون هذا، نورمال عادي، ماهيش بيك تتحرش منها بو غلام، ما فيش حتى حرج. الحاجه الاخرى الثالثه راه عادي، شو نقول لك؟ لا انا راه عادي طبعا، راه النبره ممكن تكون ماهيش عاديه، ما هي عاديه باش يكون صحافي ينضم او ينحاز لمشروع دون مشروع، دون ان يكون متحزب، دون ان يكون مؤدلج، هذا مشروع بلاد. اذا انا نحس ان ابو بكر عنده مشروع نتاع بلاد، علاش كصحافي ما ننحازلوش؟ لماذا لا؟ اما لكن هاو الفرق شنو؟ الفرق انه الصحافي وقت ينحاز يقول انا منحاز، مش يلعبها كحله حمراء ويلعب ساق لهنا وساق لهنا، هذا اللي قاعدين نشوفه في اغلبه. على كل حال مش وقت نقاش هذا. انا نقول في الامن مثلا، الحكم راهو ادوات يا ابو بكر، في الامن حط رجالات الامن اللي يحب عليهم هو، وخاض معركه شرسه في الامن. المعتمدين جزء منهم نتاع يوسف الشاهد، العمد كيف كيف، الولات نفس الشيء، المديرين العامين نتاع المؤسسات جزء كبير منهم نتاعو هو قاعد عاود خدم الماكينه من جديد وبدأ يخطط للمستقبل. انا اعتقد اليوم مستقبل شكون؟ مستقبله هو، مش مستقبل تونس. لا لا لا، نحن نحكيو على الشاهد، مش نحكيو على تونس. لا لا، الشاهد راه مش في داره. اي لا لا، هو رئيس الحكومه. تو نحكيو على كل الامن شدوا هو والمعتمدين هو والوزراء نتاعو. هذا واقع يا خطط للمستقبل يا محمد، هذا واقع. كي ناخذوهم بالاسم شوف كيفاش الخريطه قدامك، مش يتحدث على شيء. اسمعني، انا جاي سيموس فنزيك، خاطر انا نقول انه بدأ يخوض معركه المستقبل نتاعو. أنا ما قلتش ربح المعركة، من الأول ما قلتش ربح المعركة، أنا نتصور ربح مشوار في معركة. بيه. والمشوار والمعركة ما زالت متواصلة، عنده انتخابات 2019. أنا في تقديري هذه الحكومة بعد التحويل الوزاري هذا، في رأيي التقاؤه خاصة بالنهضة، ونختم بهذا، بالنهضة وبالمشروع، وخاصة باش نجيوها ربما من بعد بكمال مرجان، التقاء مستقبل نتاعو هو نتاع محمد نتاع مرجان ونتاع النهضة. هاني جاكتهم نرجعوا لهم بعد. نطرح الموضوع هذا، سي حماتي. اولا تعرف في السياسه الامور بعواقبها، معناها بخواتي رجل السياسه يعني عنده اوبليغاسيون دو ريزولتا، ماهوش فين ينطلق. انا يؤسفني كثيرا
بصرف النظر عن الربح والخسارة نشوفوا أنه كسر هذا الواقع، يعني وحدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة كان يمكن أن يربح معركة أسمى لو فعل ما يمكن أن يفعله لتوطيد العلاقة بين هذه الجهات الدستورية التونسية الثلاثة. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، هذا حكاية حكومة وندرى شنو وعنده، أنا الحقيقة ما نعرفش، ما عنديش ترى تعرف مانيش صحافي معلم، ما عنديش الحكاية، ما نعرفش عليه عنده معتمدين، والله لا نعرف غير المعلم نعرف، ولا وزارة بتاعه ولا مش بتاعه ما نعرفش. مش بالنسبة لي أنا تونس الأعماق ما هيش معاه، تونس الأعماق يعني الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني اتحاد الصناعة والتجارة، يعني اتحاد النسائي، يعني ما نعرفش. هذه راهي تونس نهارة اللي يتحركوا ما يفيد فيها لا وزراء لا يفيد فيها حاجة. ثالثة يسوءني حقا بجد يسوءني، معناه إذا كان صحيح مانيش نقول صحيح معناه أنه حط جماعته في الداخلية ولا جماعته في كذا، ولا أنا نعرف في وزارة الدفاع يستحيل نعرف هذا ولا بحكم معناها طيب نعرف أي. شوي فهمتني ولا في الداخلية معناه كل حاجة خايبة، لأن الجمهورية ماهيش نتاع وزير أول وإلا رئيس حكومة وإلا حتى نتاع رئيس الدولة، هذه أشياء معناها يعني الحقيقة سيدة الفاضلة قالت الرئيس الجمهورية سيلباجي ما قبلش معناها، لا هو قال لك سمعته أنا قال لك مش تعمل أعمل، أما راهو ثم منهج وكان بيودي أنه يستنى مثلا ليرجع من دراشنية موريتانيا ودراشنية ويتفاوض مع رئيس الجمهورية ويعمل بسكيت. ونختم الحقيقة متاع ربي لا أتصوره، ربما لمحدودية الفكري ولكن أيضا نجم نعتمد على خبرة طويلة ومعرفة طويلة، لا أتصوره نجاح أي كان يعتمد في مشاريعه الوهمية أو الحقيقية على الإسلام السياسي. أنا رجعين وربي يستر. أنا رجعين لهذه ربح المعركة والتي مصب ولات وعلق على كل ما قيل. والله اللي واحد يقول حاجة اللي رئيس الحكومة ذكرني ساعات في فيلم فرانكنشتاين، فرانكنشتاين يخلقوا العالم ومن بعد يدور مع العالم براف يضرب يقتله ويتحرر منه ويولي إنسان آخر. الظرف هذايا اللي يوسف شاهد قتل الأب أنترن فروديان، معناتها الأب اللي كان يتحكم فيه إلى غيره قطع معه. المزية الأخرى اللي عملها هو اللي بعد الأب تعدل الأبن وتكلم مع الأبن ونحى الأبن وبرشا ديمقراطيين يراولوا بهذايا. لكن ثم مؤشرات اللي العباد يمكن ما تعمقتش فيها. تحدثت مرة مع سي غازي الجريبي، مشيت للدارو ولا الوزارة وتحدثت معه، قلت له بالله شنو هي الأسباب متاع تغيير القيادات الأمنية والتحالف ما بين وقتها الباجي والنهضة. قال لي كلمة اللي تو باش نقولها للتاريخ، ما هوش راهو كان يسمعني ما يكون يتغشى ما نقولها للتاريخ. قال لي ياسر المنصف راهو ثم معركة كبيرة تخص رئيس محكمة التعقيب اللي هو قريب للنهضة، وأنا ما دامني وزير عدل عمري ما نصحح فيه. قال لي مازال الفاليش وزير دون 3 أو 4 مواء تمديد، قال مانيش ممدد، هذا أنديس نعطيوه. الأنديس الثاني اللي واحد يتحدث فيه هي أكبر وأخطر وزارة هي وزارة الاتصال، لا صار فيها تغيير، وزارة الاتصال هي اللي تراقب التوانسة الكل وتسمع لهم فيسبوك وانترنت إلى آخره وخضع وخلاها. لطفي إبراهيم شكون اللي كان ما عندي حتى علاقة به لطفي إبراهيم، لا كلمته لا في تليفون لا شفته لا قابلته لا عندي أي علاقة معه. لطفي إبراهيم هذايا شكون اللي نحاه وعليه نحاه والوزارة كانت ماشية باش يعوض بوزير اللي هو إداري بحت. ثم مؤشرات أنا وبرشا عدد كبير ياسر من الديمقراطيين في البلاد ومن المحللين يخشاو اللي جاء ضد الباجي وجاء ضد ولد الباجي ويحب يعمل من كارير بوليتيك عمل العركة اللي طيب. مربحهاش مازال مربحهاش رد بالك، ولا خاطر راهو الربح مش هو ربح اللي هو، أما ثم مؤشرات خطيرة اللي يولي هو رهينة حركة النهضة. المشكلة الكبيرة اللي صوتوا عليه جماعة النهضة يولي هو رهينة متاعهم، ووصلوا معناتها شيء غريب
سي محمد بن سالم يعمل ديكلاراسيون في راديو مراديوات يقول راه والله اللي يطمئن الباجي قيس سبسي رئيس الجمهورية، رانا باش ندافعوا على الاستقرار نتاع كيما دفعنا على الاستقرار في رئاسة الحكومة باش ندافعوا على الاستقرار نتاع قرطاج. يوصلوا عباد حزب سياسي يتكلم هكا بالنسبة لرئيس الجمهورية وهو اللي عين يوسف الشاهد بغير أي واحد. السؤال الكبير اللي تحط ولو هو ما ثماش رئيس حكومة واحد يقولها بكل شجاعة، ما ثم حتى رئيس حكومة نجم يخدم اليوم في تونس، اتحاد الشغل من جهة، الباجي من جهة، الاضطرابات الاجتماعية من جهة، الفامي والبنك مونديال من جهة، طيب الاضطرابات الاجتماعية ما ثماش واحد لا إيه؟ هو لا غيره. اي كل كيستيون اي سؤال لابد ان نطرح مو زاده كي تكثر تسمعتي حمادي البرنامج المستقبلي توا سيدي ربح العركه مع سلباجي ولو الباجي ايت ان فيو لو راه ما تعرفوش شنو اللي نجم يعمل بلوتار. شنو هو البرنامج نتاع سيوسف الشاهد ربح يا سيدي؟ اعطيني انا قفه القليل يتلهلي بها، اعطيني النمو في الجهات، اعطيني لا اعطيني اكبر مصيبه اللي نكمل بالجمله هذه نتاعي. وهذه معناتها من اكبر الانتقادات اللي نعملها جمله برك اللي يتكلموا على ديفيسيت والبري والاندتمون، ثم تهريب جباي مقدر ب 10000 مليار، الفلوس غاديكا موجوده ولا الى يومنا هذا وعند المهربين اللي عندهم 50000 مليار شكرا يقعد ياخذوا الفلوس من عندهم ويحطوا المدفع الاندتمون مخليه الماء ماشي على البطيخ والبيت قاعده تفلس. بسرعه بربي نمشيو بتعليق سريع. تفضل مش مشكل. لا لا تفضل سي محمد. انت طرحت سؤال قلت هل ربح يوسف الشاهد للمعركه، انت واضع السؤال. ممكن نسالك العركه اللي في ذهنك طرحت من اجلها يعني انت السؤال هذا، عركته مع شكون؟ عركه يوسف الشاهد مع شكون هي؟ باش نعرف ان ربح ولا ما ربحش. حدد لي الخصوم الا انت استبطنتهم في سؤالك. واش كان في مصر يتعارك مع الباجي هو قبل؟ يتعارك مع نداء تونس؟ ما هو متعارك معهم هذوما. تحبني انا نفسر لك يوسف محمد. الشاهد هو في نداء تونس. لا خالص لا لا سيمون الحزب نتاعو يا سيمون يا سيمون سيدي الباهي يوسف الشاهد قدم استقالته من نداء تونس ولو هذا الشكل ما قدم في الشكل ابا في الواقع الى الديميسيوني مشى ما طردوش مشى نداء تونس موجود في الحكومه غادر غادر سي محمد غادر 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 سيمون تمشي بالنوايا يعني لا مش بالنوايا تمشي بالوقائع وبالواقع النهضه مشات معاه ثم عامل ائتلاف جديد. اسمعني نفس نقول معاك كلمه ساعه دفع على الشباب اني ملكه هو لا اعطيني نفس والله انت هو الشباب واخو ساعتين سيدي تفضل انت هو الشباب تفضل شويه نفسكها اخو نفس الكل لنفترض ان يوسف الشاهد ربح عركته يعني ضد باجي قايد السبسان شو استفدت؟ حتى شيء نقول شنو استفدت واني عندي حساسيه من طريقه الخطاب الطاغيه على التوانسه جواعة ما فماش حليب ما فماش زبدة يا أخي التوانسة داهم في كروشهم بكلنا توانسة وكي نمشيو للمرش كلنا نعاني وننظر بدرجات متفاوتة شو الوضع في البلاد وكي نمشي للصيدلية ما يبيعليش الدواء وصارت لي يقول لي ما نتعاملش مع الكنام مشيش في بالك يعني يراني هدرة كبيرة ويبيع لي قل لي الكنام لا أدفع بفليساتك معناها الوضع في تونس التونسي مش صحيح يفكر كان في كرشه اما كرشو فكر في كرشو فكر في كرشو لازم يفطر لازم يتحرك في الشارع من اجل كرشو لكن التونسي ماهواش يراو بطن فقط التونسي ذكي ويعرف مع شكون يمشي يوسف الشاهد شي عركته هل عركته هي المشروع الحضاري للبلاد لا او عركته انه يتموقع انه يتموقع ماهيش سبه ومن حقه جاءوا قبل زوز رؤساء حكومات واحد منهم يحب يتموقع اليوم مهدي جمعه صحيح ولا غلط وحب يتموقع في نهاية يروى أنه حب يتموقع في نهاية يعني الفترة اللي شد طيب. ويقول حسين العباسي وقت اللي روح من مصر معناه باش منعه من أنه يعلن ترشحه شوف في كلمتين يوسف الشاهد من حقه يفكر في مستقبله السياسي وأنا قلتها أصغر مني في العمر راهو رئيس الحكومة كي يخرج توا من السياسة شو يعمل يحل كشك يعمل جمعية خيرية يشد سبحة وعرصة في الجامع طيب. مش يعمل السياسة لكنها السياسة كيفاش باش تعملها؟ بأدواتها ما تعملهاش بالوسخ اللي موجود في الطبقة السياسية أحكي مع التوانسة التوانسة اللي نقصدهم يعني مش اللي موجودين في المرسى مش اللي موجودين في العاصمة فقط ثم التوانسة في بير الحفي وفي سليانة وموجودين في تطاوين هذوك من التوانسة اللي أشواقهم متعلقة بواحد من بلادهم قد يحقق لهم البعض مما يحلموا به فات القليل
يعني حاجه ضد سكان مرسى انت وكان تونس وكلهم كيف كيف داخل المدينه وخارج المدينه ايوا لقيتكم قوس عليه سبا جاب ربي ما قلتش حمام لنا زيد معاهم هاي فت ممكن اني فما حاجه اللي تتبهتني ديما القصاص العربي معناها فات نجيو نلخصوا برشا وضعيات في وضعيه برك ونحطوها الكل في شكاره واحده شكاره واحده وكانهم اليوم كلهم خيارات يوسف الشاهد ما فماش دي سيركونستانس ظروف خدمه فوالا فما ظروف اللي ادت مثلا لاقاله لطفي ابراهيم اللي ممكن ما خرجتش للعيان خاطر وزير داخليه في الوقت هذاك وفما امور معناها مهمه مصحيح مصحيح غلط غلط و100% صحيح ماهوش المعطيات موجوده اللي انتقدوه ماهوش صحيح انتقدوه جماعه النهضه وما حبوش خلينا نتكلموا مسيرش خلينا نتكلموا شويه جو بونس فما برشا قصات عربي كي اكسبليك مال معناها يفسروا بالغلط في الامور من بعد نجيو افات نحبوا تقول علينا وضعيات مثاليه معناها لازم يجي واحد عنده 5 سنين يعني في السياسه ما عندوش الامكانيات ما عندوش لي ريزو انسي دو سويت يتحط رئيس حكومه ولازم ديريكت نهار اللي يحطوه يقوم بالامور بطريقه مثاليه لازم يكون عنده البرنامج ولازم عنده يكون الرؤيه ولازم يعطي الامل ولازم يخلي العلاقات طيبه مع رئيس الجمهوريه اللي حب يطيحه وعنده 8 شهور التالي ولازم اللي ولده زاد عنده مشكله معاه على راس الحكومه ولازم حتى كيف يحاربوا على الفساد زاد لازم يذاري بعض الامور فهمت معناها جو كومبرون با هذه هل نطلبوا من عبد اللي امكانياته محدوده جدا انه يقوم معناها ديريكت نحبوا في 6 شهور نتعداو الوضعيه مثاليه الوغ كو احنا عندنا 8 سنين باجي قايد سبسي وقت اللي شد الحكم وقت اللي نعبد الكل شجعته ومشات مع نداء تونس ما كانش عنده برنامج ما ليش برنامج وما ليش رؤيه يعني ولكن الناس الكل انساقت وراها علاش خاطر كان ضد النهضه لا 2012 كان ضد النهضه في بلورات لا 2012 ما كان عنده حتى شيء ما كان عنده حتى شيء مصري عنده التراث التونسي لا لا عايش خويا تراث ما يعملش تراث التونسي تراث المريبه نتاع بورقيبه قال ما عنده حتى شيء بصح عوركم بورقيبه سامحوني سامحوني يا سي حماد ما كان عنده حتى شيء في 2012 حتى شيء ما كانش عنده برنامج وما كانش عنده رؤيه بس قداش شخصيه الباجي قايد سبسي برنامجه الوحيد كان انه باش يغلب النهضه باش ينحي النهضه من الحكم وباش يتمنى من مشروع المحافظ ولا المشروع الاسلامي السياسي في الاخر تحالف مع النهضه خاطر كانت ضروره بعد نتائج الانتخابات جينا اليوم وكاننا متفاجئين علاش ولات تقول النهضه ولات اليوم في الحكم بعد التحويل الوزاري فجاه ولات النهضه في الحكم ليه النهضه في الحكم عندها 3 سنين وتحكم علاش خاطر نداء تونس مش من جره يوسف الشاهد من جره القيادات نتاعها ما نجمتش تحكم ما نجمتش تكون حزب متماسك وعنده طيب. برنامج وعنده رؤيه هذه هي الواقع لا جست نحب بالحق ما نحب نكمل دوك اليوم وكاننا متفاجئين من الوضعيه ونحب نحطوا الاغلاط الكل في عبد برك اني نتنازل على وقتي المدام فات قوس عليه كل محبه زاد معناها اليوم اليوم انا نعتبر روحي من جيل جديد جوستومون اللي ما عندناش برشا امكانيات ما عندناش برشا صوت ما عندناش برشا فلوس ما عندناش برشا نفوذ ولكن اون ايسي جوستومون باش نتموقعوا عندنا 8 سنين اون في كوم اون بو اون ايسي دو سيدونتيفي كنا في بعضنا باش نقدموا واني نعتبر اليوم اللي يوسف الشاهد يل في بارتي من الجيل هذايا اللي كان ضعيف ان الحكومه الاولى اللي كنت فيها كنا ضعاف بصفه كبيره ما كان عندنا حتى امكانيه باش نتحركوا في كل وزاره انت موجود فيها عندك رؤيه فما حد اخر جاي باش يعمل لك بلوكاج دونك سامحني جو بونس اللي اليوم اذا كان نقول ربح المعركه ربع كي نربحوا معركه نتاع ان نبقاو في الحكم جوستمون والتموقع لازم باش من بعد نجم نحكم خاطر تو ما نجمش نحكم ما نجمش نحكم اذا كان ما عنديش لو بوفوار توتال احنا نحبوا في 2019 يكون عندنا اغلبيه باش نحكموا غيرمون في البلاد ونطبقوا برامجنا ورؤيتنا اليوم اون تو باي يوسف الشاهد وليت معاه شكرا الحزب شكرا فماش حزب اليوم اي معاه يعني مع المجموعه هذيك بطبيعه اي معاه هكا باش الامور تبدا واضحه علاش حق قعدت بحذايا ابو بكر فاهم التوازنات انت معاه لا هذا بعد البرنامج نجاوب خلينا لك الكلام برك هكا لا لا مش هذا بعد في صندوق يجاوب ما تعرفش عليها وقت حكومه من هذا السؤال توا اللي تطرحه وكذا حكومه من خلينا نتفرجوا في التقرير هذا باش نرجعك لحكايه كمال مرجان في التقرير تحوير وزاري وصفوه بالجري بالنظر انه تضمن عوده مباشره وعلانيه لبعض رموز نظام بن علي وكفاءه حكمه والمقصود بذلك تعيين كمال مرجان وزير للوظيفه العموميه وتحديث الاداره والسياسه العموميه
على عكس بقية وزراء حكومة محمد الغنوشي، زمن بن علي قرر كمال مرجان مواصلة العمل وعدم مغادرة المشهد السياسي بعيداً عن محاولات التخفي، وكان أول قيادي تجمعي تجر على تأسيس حزب المبادرة والخوض في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. مرجان كان إلى وقت قريب حليف للباجي قايد السبسي وساندو في المحطات الهامة اللي عاشها، بداية من تأسيس نداء تونس إلى تقلد منصب رئاسة الجمهورية. لكن مؤخراً انقلب الوضع واختار الانحياز يوسف الشاهد، وهو ما رجح البعض إنه تكرار كلمة اللؤم اللي جات في خطاب السبسي في ندوة صحفية كان المقصود بها شخص كمال مرجان، وأيضاً عبارات النهضة وجماعتها كان المقصود منها أيضاً مرجان اللي لم يوافق على النقطة 64 من وثيقة كارتاج. وفي سياق سابق، ورغم نفي المكلف بالإعلام في حزب المبادرة دخول الحزب في مفاوضات مع حركة مشروع تونس تهدف إلى بناء مشروع سياسي جديد مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إلا أنه مشروع تونس كان أقر أنه بصدد التفاوض مع أطراف من بينها المبادرة للوصول لتكوين تحالف استراتيجي عميق هدفه انتخابات 2019. فكانت حوصلت أخبار النفي والتأكيد أنه مرجان يدخل حكومة الشاهد جديدة لا بتمثيل من حزبه بل بنفسه، إلى درجة جعل البعض يقول أن وزارة أحدثت خصيصا له. مش كانت وزارة متاع الوظيفة العمومية في بداية من بعد 2016 تنحات ولا ما تنحاتش؟ اليوم رفضنا اللي لازم ترجع في عام انتخابي باش تعمل السلاح. لم يتقلد كمال مرجان أي منصب حكومي منذ 14 جون في 2011، لكن اليوم أكد أنه فكر في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وقال أنه يقبل يكون مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية مدعوما من النهضة. إذا كان هذا رأيي، معنا مجموعة من الأحزاب أو مجموعة من الشخصيات الوطنية أو مجموعة من لهم الكلمة في هذا الموضوع، أكون سعيد باش نخدم بلادي. اللافت الانتباه اليوم تصريحات بخصوص تأسيس حزب جديد يضم نواب كتلة الائتلاف الوطني، وحسب نائبة من الكتلة ليلى الشتاوي اللي أكدت أنه سيتم خلال 3 أو 4 أسابيع الإعلان عن الحزب اللي باش يكون جاهز للمشاركة في الانتخابات القادمة، واعتبرت أنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد له مؤهلات تمكنه من قيادة الحزب ويكون على رأس هذه الديناميكية الجديدة. بين رجوع مرجان تقلد الوزارة في حكومة الشاهد وتصريحاته بخصوص ترشحه للانتخابات مدعوم النهضة، على غرار أنه من كفاءة وزراء بن علي، هل يكون كمال مرجان مرشح الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ صورة بديت بها صالح عطية وتحدثت على الكومبينيزون، معناها الثنائي يوسف شاهد وكمال مرجان، نعود نطرحوها توازنات في الحكومة هذه، نخليك تتكلم عليها، من يقول انها حكومة النهضة وتقدمنا النسب كنت تشوفوا في التقرير، نداء تونس 29%، نداء تونس وزراء نداء تونس وكتاب دولة نداء تونس 29%، المستقلين 38%، حركة النهضة 19%، مشروع تونس 7%، المبادرة 5%، المسار 2%، هذه تقريبا التركيبة إجمالا لهذه الحكومة. صالح عطية، إذا نرجع للكلام اللي قلته، ماهوش يوسف الشاهد عنده جماعة وجابهم اللي هما ربما يتشكلوا من المستقلين بالأساس واللي هما عندهم النسبة الأكبر، هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية، أنا نتصور هذه الحكومة أبو بكر هي جزء من ترتيبات المرحلة القادمة، في تصوري وفي المعلومات اللي عندي أنه وجود سي كمال مرجان في هذه الحكومة ماهوش معناتها مش الحكومة التونسية اليوم عندها مشكل فاي في قضية اسمها الوظيفة العمومية والإدارة والإصلاح الإداري جابت سي كمال مرجان، لا هو ليس خبرة خبير في ذلك، ماهوش تكنوقراط، معناها حبيت نقول تكنوقراط وقتاش خدموا الكلام هذا، وقتاش خدم في الإدارة التونسية وشد الوظيفة العمومية، نعم. دبلوماسي ثم كان وزير دفاع في قبل، إذا هو في قلب معناتها الممارسة السياسية الكبيرة في أكبر الحجم نتاعها. وجوده في الحكومة في تقديري هو جزء من ترتيبات المرحلة القادمة. عندي معلومة نحب نقولها هنا بشوية تحفظ باش نقص منها شوية، أنه فما اجتماع حصل في سوسة في مدة شهرين التالي تقريبا، ضم مجموعة كبيرة من نداء تونس أو متساترة خليني نقول بالتحديد، جزء فيهم من نداء تونس وكان معهم كمال مرجان، وتم ترتيب المرحلة القادمة على أن يكون كمال مرجان رئيسا للجمهورية أو مرشح لرئاسة الجمهورية، طبعا أنا أقول رئيس يعني مرشح لرئاسة الجمهورية، أي. من ناحية ثم يكون الشاهد وقيل له الكلام هذا مباشرة، عليك أن تطمح أن تكون رئيسا للحكومة وليس رئيسا للجمهورية. كنت تذكرش في المرحلة السابقة أو شهرين التالي كنا نتحدث
في الصحافة وفي الإعلام وفي الحياة السياسية أنه يحب يترشح لرئاسة الجمهورية يوسف الشاهد، لكن بعد بشوية حيثيات بان أنه رجل عنده طموح يكون رئيس حكومة أكثر من يكون رئيس جمهورية. اجتماع سوسة كان محددا لهذا أيضا، وطلب منه أنه يصبر المستقبل قدامه، وطرحت أسئلة كثيرة في هذا الاجتماع، كيفاش نشوفوا لي كومبوزون بوليتيك في البلاد، شنو هي الدور نتاعهم، مثلا حركة النهضة شنو موقعها إذا هو رئيس حكومة ودستوري ياخذ رئاسة الجمهورية، فين تكون حركة النهضة في البرلمان؟ فما ناس ما عندهاش ثقة باش تعطيها في البرلمان، وطرح هذا السؤال الكبير، وعرض الموضوع على النهضة في تقديري أنا، في المعلومة اللي عندي لم تجب على ذلك إلى حد الآن لم تجب، لكن معلومة أخرى تقول أنه منذ بضعة أسابيع قبل التحويل الوزاري حصلت اجتماعات بين النهضة والشاهد وكمال مرجان بشكل من الأشكال، وانتهوا إلى ترتيب هذه المرحلة القادمة كما وصفتها أنا. متأكد من كلامك سي صالح؟ معلومات، أنا قلت لك معلومات. أي معلومات معناها؟ معلومات بدون نقاش، ثم ترتيب ثم عشوات وقعت وثم افتراض. لا مش ما تناقشنيش. لا 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 ما نناقشش. أنا المعلومة كمعلومة. معطيات. أي معلومة، نعم. مش أنا نصنع فيها المعلومة، أي معلومة. طيب. معناها ثم عشوات وصلت حطت اجتمعوا عليها وثم افتراض صارت وثم جلسات في الليالي صارت في بعض البيوت وتم ترتيب من خلالها كيف ستكون المرحلة القادمة. طبعا أنا كيف نشوف المشروع في وسط الكتلة الحكومية هذه متاع المستقبل هذه بين ظفرين، أنا نقول محسن مرزوق قرأ الوضع ربما لأول مرة يقرأه بشكل جيد، اكتشف أنه في مرحلة ما ما عادش يكفي أنك تكون معارض، وربما ما تفيدش أنك تكون معارض بيه. في ظل معارضة مشتتة من نوع ذا وقعد خارج الحكم، حاول يدخل في الحكم ضمن هذه الترتيبات الجديدة. فالنهضة وكتلة يوسف الشاهد اللي قد تتحول إلى حزب، لكن دعني نقول فكرة لهنا ومعلومة في نفسك. ترجعك لا جملة خلي باش ما ننساش لو سمحت. ثم كلام يتقال اليوم ليوسف الشاهد خارج النداء، وفما شكون يقول مازال بقي داخل النداء، وهو يستعد لإعلان مشروعه السياسي في شكل حزب، وسمعنا شكون يتكلم على الحزب وتفاصيله عنده عام. أنا في تقديري ثم سيناريو وجد نفسه يوسف الشاهد فيه كما وجد بن علي في 88 نفسه فيه، وهو أنه فما الحزب الاشتراكي الدستوري في 88، وجيء لبن علي وقيل له أنشئ حزب جديد سمي في تلك الفترة الحزب الرئاسي، تذكر مليح سي عبد الرحيم الزواري. طيب. وصادق شعبان اقترحوا عليه، فمشالوا لهذه البكوش مباشرة حسب المعلومة اللي عندي، يقولوا عندك حزب فيه مكينة اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري، علينا أن نغيره ونعدله ونعملوا له مكينة، نعملوا له اسم جديد وستاتيو وتخرج به. هذه الوضعية الآن عند يوسف الشاهد، هل يبقى خارج النداء أم اسمعني في السؤال مليح سي أبو بكر، أم سيعود للنداء ويستخدمه ويولي هو جزء من المكينة نتاعو؟ دكتور أنا مش تشبه في يوسف الشاهد بن علي. لا 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 أنا جبت المثال. إيه فقط حبيت نستوضح برك الله. هو صحيح راهو باهي أنت كي تتكلم في لا ريزون بوليتيك معناها ستان كالكول، العقل السياسي هو عقل يحسب، أما إذا كان يحسب وحده يفضل معناها فما حتى إشكال، معناها زيد أو عمر معناها. وكأنما نحن نشوف حتى في الفيزيك ثم فرق ما بين حركة حاجة في الخلاء لفيد وثم حركة فرق وحركة ذلك الشيء في الملاء في الماء ولا في الهواء ولا في كذا، يعني عندك سي فورس دو ريزيستانس، إذا كان ما تحسبهمش الحركة ما تتمش بكل. أنا الحقيقة هذاك علاش لست مع هالمعلومات هذه الكل ما عنديش، وما عندي حتى تويو ولا عمر بزو. انت ما استدعوكش في العشاوات؟ لا لا الحمد لله رب العالمين انا عند عشاوات. شوف معناها انا استدعوني مش عارف المعلومه معناها نحب نقول انا هذه ماهيش سياسه سواء بالمعنى باي معنى شئت، هذه مساومات ومفاهمات والحسب حسبه ربي راهو. انا نعتبر انه اللي واقع اليوم وان السيد رئيس الحكومه عنده رغم ما وقع رئيس الجمهورية صحيح تحالف مع النهضة وهو خطأ، إذا انتبه إلى أنه خطأ وفاق إلى أنه خطأ تقول لي مهما كان ما نفش نحلوه توا أخي أنت مش تجيب ستجيد اللعبة أفضل منه؟ ممكن لا مش ممكن لا مش ممكن أنا نعرف أنا لا مش ممكن سي حمادي عاد بعد سي الباجي انطلقوا السياسه والبلاد وكذا لا ما قلتش هذا او لا احد لا قلت خلينا نعملوا السياسه بالمعنى الصحيح انه السيد رئيس الحكومه في السياسه لا لا ثم 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 وراس خويا السياسه هي معناها في الكونس نتاع خطا ونتاع صواب لا 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 وصي حمادي وصي حاب نقول انا انه اليوم متاحه له فرصه اخرى لانقاذ تونس وانقاذ نفسه
سامحني يا اخويا نقول انا وقت اللي وقعت في التاسيسي بعثت رساله مفتوحه مكتوبه في الجرايد اللي اسمه رئيس المجلس التاسيسي، قلت له برشا اشياء، قلت في الاخر بكل، قلت له اذا كان ما تفكر حتى في شيء انقذ شرف عائلتك. نقول اليوم للسيد رئيس الحكومه انقذ نفسك اذا كان ما تفكرش في انقاذ تونس، انقذ حقيقه عندك حق، معناه هو اصغر منك ربما في يعني بزال العمر كامل قدامه يتعلم. اثنين شنو اللي يعمل مثلا؟ نقترح عليه برامج هاو من هنا انه يرأب الصدع وبامكانه ان يفعل ذلك، وانه يدفع الجميع الى التآلف لاتمام مشاريع الدوله اللي ما زالت موجوده. طيب. مشاريع شو اسمه مؤسسات الدوله، مؤسسات كذا، تغيير نظام شنو، هذا الكل نجم يعمله. وبعد مرحبا به، يحب يجي رئيس جمهوريه، يحب يجي وزير طول، يحب يجي معاه سي كمال كل تونسي مرحبا به، فما حتى مشكل. سي مصطفى. والله الحسابات نتاع ليزيتا ماجور هذوما هاو نحطوا هاو شفناهم يخيطوا يقسموا الى اخره، انا نظن اللي ثم المستقلين في تونس باش يكون لهم دور كبير ياسر رغم ضعف الامكانيات نتاعهم، وتفكروا كلامي نهار اخر كيما بوندون لي مونيسيبال. فيها نقاش اخطر اي لا ما وراي راي انا لا 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 هذا باش يخيطوا مستقبلنا، ما نخلي حتى حد وما نسمح لحتى حد ونرفض بس اي انسان يخيط لي مستقبلي ومستقبل ولادي ومستقبل الشباب نتاع تونس ونساء نتاع تونس وشباب نتاع تونس ومثقفين نتاع تونس، ما نمسح لهمش. اش معناها مستقلين سي منصور؟ مستقلين ثم عباد اللي ماهوش منتمين للاحزاب، ثم عباد في منظمات كيما مثلا نشارك ما في نظام ديكتاتوري كيفاش لازم تكون في نظام في نظام سامحني في في نظام في نظام ديكتاتوري والله كلمة حلوة ياسر في نظام برلماني في نظام برلماني كيفاش تنجم تعمل على مستقلين في نظام والله على خاطر ثم توا قاعد مجهودات كبيرة قاعدة تقع، اتصالات كبيرة قاعدة تقع ما بين القائمات في البلديات اللي ثم عشوات صار وزاده ثم قعدات صار ايه في السياسه في البلاد بالكسكروتات مع المستقلين بالكسكروتات بالساندويتش بلاد مخميس الوحده هذا ثم معناتها محاوله فالمستقلين عندهم برشا فلوس راه لا بخلاف الفلوس اي سمي لك نعطيك اسماء تاع مستقلين عندهم برشا فلوس برشا فلوس مش برشا فلوس بالاسماء وما سميتو حد اي ليه برشا فتيتي تعرفهم على كل حال ابدا من هنا من تونس من مرسى وانت ماشي تلقى برشا مستقلين عندهم برشا فلوس توا مهما كان يعني مش هذه الباقي اوكي سمح عندهم فلوس ولا ما عندهمش فلوس هذاك ربي وكان نتكلموا على الفلوس اللي عند الاخرين اللي جاي من قطر ومن تركيا الى اخره ثم زاد برشا فلوس اما المستقلين عندهم اقل برشا فلوس بالنسبه للي عندهم بالنسبه لك انت 2019 هي لعبه مستقلين هي باش يكونوا خيار مستقلين اون فا سو بات دون سو بي باش المستقلين يكون عندهم دور وتاثير اون با سو باتر دون سو بي انا كا اون با اي هي هي انا مستقل انا مستقل مانيش مترشح انا مانيش مترشح اما باش نعاون المستقلين في البلاد هذيا نمن للقوه الضاربه الجايه اللي الحمد لله مستقل. كصحفي او ك نعم؟ كصحفي او كناشط انا كاعلامي كاعلامي باش نعاون المستقلين على قدر نمن اللي هما نضاف نمن اللي عندهم افكار نعم نعرف عندهم مشروع وان شاء الله ان شاء الله في الظرف هذاك ما نخليه لا النهضه تحكم فينا لا النداء يحكم فينا لا الشاهد الليل يحكم فينا اما عندنا دي زيكزيجونس الشاهد اذا كان يحب يحكم البلاد نهار اخر الفو تو بري يبعد عن النهضه يخليها تعيش كحزب سياسي ما عندي حتى مشكل معاها اما ما تجيش تحطوا زر انكومبيتون باش يسيروني انا ويسيروا البلاد اي محمد كلمتي وبعد خناتي الفات نجاوب الجميع راهو الاحزاب ماهيش خير محض او شر محض وانه المستقلين ملايكه من غير مش نقول لك نسمي لك اما نستحضر تو سي المنصف يتكلم في واحد نجح في الانتخابات البلديه في قائمه مستقله اول حاجه عملها استولى على ارض البلديه بنى زوز دبوات ما غير ترخيص صح ولا لا الاخرى سكرت نهج للبحر يعني انه يكون مستقل والطبقه السياسيه ياسر المنصف يا سيدي ياسر المنصف انا ملتزم راهو بالانضباط انت تتكلم واني نسمع فيك اسمع يعني يعني سكت صبرك علي صبرك المستقلين ماهمش ملايكه راهو اما باهين المستقلين ماهمش ملايكه والاحزاب فيهم الباهين والخايبين اكثر خايبين من الباهين فيهم الصالح والطالح سي سوبجيكتيف شوف لا سي اوبجيكتيف نقطة تتعلق بكمال مرجان لا سي سوبجيكتيف علاش كمال مرجان؟ انا نقول لك علاش كمال الحاج السياسي في رئاسة الحكومة؟ جزء من اللعبة الدستورية مع الرئاسة ثم ثم العائلة الدستورية التجمعية سميها اللي تحب عندها ثقل محمد في تقديرات يعني في تقديرات يوسف الشاهد
قالوا له أو هو استنتج أنه العائلة هذه توزن. زيد أنه كمال مرجان فما خط تواصل يعني بينه وبين حركة النهضة من خلال نايبه في المبادرة سي محمد الغرياني. فيه شرط آخر ما نجموش نغفلوه اللي هو أنه يمثل ولو جزئيا منطقة الساحل. هو من الشخصيات السياسية التقليدية اليوم في الساحل، والساحل عنده وزن انتخاب للأسباب هذه الكل. ينجم يكون عنده مكان، سيناريو أن يكون رئيس دولة. تعرف هذا وقتاش يتم؟ لو كان جاء يعني القانون اللي يسمح المنصف المرزوقي واللي رئيس، لو كان جاء انتخاب ويكون في المجلس. أماني في بالي التوانسة ماهمش عسكر كردونة، إذا يختاروا يوسف الشاهد أو تختاروا النهضة، التوانسة مش هو يقول لهم كن فيكون، التوانسة يصوتوا. فما عوامل أخرى لأنه يحسب وحده يفضله، هي الفرق بين حساب الحقل وحساب البيضة. أنت تعمل حسبة وحدك وبعد كي تجي تشوف المعطيات الأخرى شنو اللي تختم بحاجة واحدة. يقول يلزم يوسف الشاهد أو غير يوسف الشاهد اللي عنده مقترح مش يقدمه للتوانسة. شو معناه يقول لنا وين مش يمشي؟ خاطر توا في المشروع حتى النهضة تقول لك نفس المشروع، زاد دولة مدنية وفصل فصل بين الدعوي والسياسي. الناس كل تقول في نفس الكلام. احنا كدولة اقتصادنا شنو؟ توا نسمع في السياسيين كل يحب يرجع كيما 2010. في 2010 اش كان بن علي؟ كان رأس مالي. في حكم بن علي ما تنجمش تحل الكشك تبيع الكسكروتات إذا ما عندكش واسطة. أنا رأس مالية تحكي عليه، كله كان مزيف. يقول لنا اللي يحب يحكم البلاد راهي مياش بالشهوة، يقول هاوش نقترح على التوانسة، هاو طيب. نحب نهزهم في الاقتصاد، في مؤسسات القطاع العام، في الصناديق الاجتماعية. ومن بعد الحكاية في نهاية الأمر محمد في نهاية الأمر الصندوق يحكم، ولكن موضوع المستقلين ثم حتى معطى آخر. مش يحكم ومن خلال معلومة من غير العشوائيات الفطورات سمعتها أن الاتحاد العام التونسي للشغل ولا اليوم مطروح عليه مش بشكل مؤسساتي، أنه الاتحاد ولات عنده معناها نية أنه يأطر تيار سياسي بديل في الانتخابات القادمة. هذا مطروح اليوم في فت. مستوى قيادات نختم نقبي. نختم معك فت. نرجع للحكومة هذية، ممكن فما حاجة معناها ديما ما نحبوش نفهموها في العائلة الديمقراطية ولا في العائلة التقدمية بلوتو، اللي راهو البوليتيك السياسة هي سي اون كورس دو غولي، سي با اون كورس نتاع لازم ماهيش سي با لا لوا دو بلو فور، سي اون كورس دو غولي في العائلة نتاعنا. اليوم عندنا حكومة أنا أعتبرها هي حكومة رئيس الحكومة، لأول مرة رئيس الحكومة يقدر أنه يشكل الأغلبية متاع الحكومة متاعه، هو اللي عنده ممكن السيطرة عليها، ممكن مش الكل كما يحبهم، خاطر فما ناس اللي حبت تخرج، فما ناس ما حبتش الحقائب اللي هم عطاهم لهم، ما بشكل عام عليها. أنت بكري قلت حكومة أهل هي حكومة النهضة. كي نشوف اللي النهضة تمثلت في الكتلة اللي صوتت للحكومة 50%. وهي عندها 20% من المقاعد الحكومية. دونك نعتبر اللي هي ديفينيتيفمون ماهيش حكومة النهضة، هي ممكن هي حكومة يوسف الشاهد. من بعد نجيو نمشيو الأبعد، فهمتش علاش نحبوا نصوروا اللي يوسف الشاهد تحالف مع النهضة. أنا بالنسبة لي كي نتبع المشهد السياسي كيفاش تطور، أنا رأي اللي أغلب الأغلب بالنسبة لي أنه النهضة اضطرت أنها تتحالف مع يوسف الشاهد. في وقت ما أشهر التالي كانت فما توافق بين بيجي قايد سبسي وراجل غنوش، وكان بون النهضة كانت تلعب الكارتة نتاع النقطة 64 أي ولا لا، كانت لوح بها، ما كانت فما نيغوسياسيون بينها وبين بيجي قايد سبسي، ما كانش تتناقش مع يوسف الشاهد. دونك بالنسبة لي كانوا زوز متحالفين ضد يوسف الشاهد. par des manœuvres politiques, par une tactique politique, Youssef Chehed, il a réussi باش يفرض روحه ضدهم الزوز. انذكر في مي في ديسكور كيف اعلن ممكن العركه ضد حافظ قايد السبسي. وقتها ديفينيتيفمون شعبيا يوسف الشاهد ربح المعركه الشعبيه. كان فما خيارين عند النهضه ونداء تونس، يا ما يكملوا الحرب للاخر، يا غالب يا مغلوب. والاغلب كانت العركه عند يوسف باش يربحها، خاطر الشعب كان معاه في الوقت هذاك، خاطر قال حاجات اللي عمره حدنا أوزيل يدير.
الشعب ولا تبقى سياسيه؟ الشعب الشعب لا لا الشعب اليوم يوسف صار فوت صار حكي مع الشعب ديريكتومون حكي مع الشعب ديريكتومون والا يوخروا بالتوالي. النهضه اختارت انها توخر بالتوالي لعبت لعبه نتاع ما تقدمش للرئاسيه انسي دو سويت مشيت وجيت انسي ببعض في الاخر رخت باجي قايد السبسي كمل العركه للاخر ومالوغوزمون اليوم وهذا اللي صار انه باجي قايد سبسي خسر المعركه نتاعو طيب. خسر حزبه خسر الكتله النيابيه نتاعو وخسر خاصه اللي لو بروبابل ولا اقرب واحد في الحزب نتاعو ينجم يكون ان كانديدا دو لا ماجوريتي. في بالك بالعشاء اللي قال عليه؟ لا انا بالنسبه لي الحكايه هذه سي ان فري سامبلابل ما نجم انا معناها قلنا راه قلنا عشاء مش معناها في لا 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 واحد من الكون واحد من العائله السياسيه التقدميه لازم يكون ساذج برشا باش يخمم اللي هو ينجم يخلط للحكم بإعانة النهضة. معناها من السذاجة أنك تخمم في حاجة كمن هكا وما نتصورش يوسف الشاهد ممكن فنبرش عبيد تقول اللي هو بروفيل متوسط نجم نمشي معاك أما نتصورش عنده السذاجة هذية باش يخمم اللي في تحالفه مع النهضة ما كانش فما تحالف نتصور اللي كان فما توافق على بقاء الحكومة وبقاءه هو بعد في الانتخابات 2019 تكون أمور كلمة أخرى. كلمة خلي نبدأ بعمصالح كلمة كلمة أنا باش نقول كلمة بربي مش برشا في برقي بشكل برقي سيمونسوف يحكي على المستقلين مسألة مهمة جدا ولكن نرى نحن في نظام برلماني يقوم على الأحزاب وعلى التحالفات السياسية والحزبية لازم نحطوهم كونسيديراسيون قد تكون رافض من روافد المستقلين لكن لن يغيروا المشهد يكون تيار مستقلين تيار كامل تيار ينجم يكون ولكن مش يغير مشهد كامل. الحاجة الثانية نحن مقبلة نحكيه وما ناش اي اعتبار وما جبدناهاش بالكل هي قضيه التدخل ما نحبش تدخل كلمه العامل الخارجي راهو العامل الخارجي محدد ما نحبش نقول رئيسي لاني يعني نؤمن باستقلاليه البلاد واستقلاليه وسياده البلاد ولكن حتى مفهوم السياده في برشا نقاش طيب. اما انا نؤمن انه فما عامل خارجي في هذا الموضوع محدد الى حد ما في وضع الصوره شكرا. القادمه لتونس وهذا سمحني في كلمه في جمله بس عندي وقت انتهى وفين انتهى الوقت. فين الوقت وهذا الشاهد عمل له اعتبار بشكل جيد وحتى حركه النهضه عملت له اعتبار سي حمايد الحقيقه معناها من الناس اللي نعرفهم ونثق فيهم علميا واخلاقيا يعني كما تحسين الدماسي كما مصطفى كمال النابلي كما توفيق بكار ثم حتى داعي يدعيني باش نكذبهم ونصدق السيد رئيس الحكومه ان اوضاعنا الاقتصاديه تكاد تكون على شفا جرف هاون هذا لابد ان ياخذه السيد وزير الاول السيد رئيس الحكومه في الاعتبار وهو يفكر في المستقبل وذاك علاش نقول انا ادعو الى رأب الصدع واعاده جمع الشمل وربما يتقدم بتونس ويتقدم بنفسه سيموس بن مرات في جمله والله يظهر لي الانتخابات الجايه بخلاف لريزو والفلوس بالنسبه للشعب ثم حاجتين هامين على القليله اول حاجه لو بوار داشا شكون اللي باش يخدم الاقتصاد ويوفر للعباد باش ياكلوا خبيزه مرتاحين ثاني حاجه سي لا سيكوريتي يندراه لا سيكوريتي استادير الحرب ضد الارهاب الحرب ضد الكونترباند الحرب ضد المال الفاسد ما هذا هو اذا كان يبعدوا على هذوما ما ثماش نجاح شكرا جزيلا سي منصور بن مراد شكرا سي حمادي بن جبله شكرا لك صالح عطية كلمه اخيره فاتت ممكن على الوضعية الاقتصادية فما اليوم ممكن الغزرة من الاقتصاد غلطة شوية نصور العالم الكل اليوم في أزمة مش كان تونس احنا نحب نركز أنه الثورة هي اللي ولدت الأزمة الاقتصادية اليوم العالم الكل قاعد يشوف في منوال جديد في منوال تطور وتنمية اقتصادية واجتماعية جديدة احنا لازمنا نبدلوا نظرتنا اللي قبل كان يمشي اليوم ما عادش باش يمشي ما عادش جست نوكلوا الشعب لازم اليوم نشوفوا منوال جديد كومبليتمون معناها سوني بلو حكاية قفة وخالتي مبروكة وسلطة مشوية أنا فرحان بالبلاتو هذايا لأنه بعده مشتوفة حصص التنبؤات والتنجيم حول مستقبل يوسف الشاهد فما عام مازال قدامنا فيه مشاكل يومية هو رئيس السلطة التنفيذية عليه يلقى حلول في العام المتبقي هنا فضيناها تو وتكشفت الأوراق شكون اللي مع يوسف الشاهد شكون اللي ضده شكون اللي معناها ينظر بنظرة نقدية مش متاع تنبير ومتاع مدح وهجاء فما عام مازال قدامنا دواليب الدولة لازم تدور بعيد على المشاعر وعلى أمزجة أنا سألت السؤال هذا اللي باجي قايد السبسي معناها قبل أيام وإحنا في باليرمو في المؤتمر حول ليبيا حول علاقته بيوسف الشاهد جاوبني قال لي الدولة لا تدار بالأمزجة لتا دام
شكرا. بعد شويه يجي بحذانا حسام حماد، نختموا بكاميرا حسام، اقعدوا بحذان، كملوا كاميرا حسام، وبعد نختموا الحلقه.